ما يصير البن. السلام عليكم، نعدل الوضع بس. هلا فيكم، منورين منورين. دقايق ونبتدي ان شاء الله. وقت سافر معنا. ما قاعد يصير بن. in the comments. السلام عليكم، بدينا ولا ننتظر بعد؟ منورين منورين. اليوم مسابقات حلوة خفيفة، بس بعد راح نعطي دقيقة زيادة عشان الناس كلهم يدخلون. نحط الدقايق 40 دقيقة. نبتدي أم لا؟ تدي؟ اوكي، السلام عليكم. اليوم بتكون مسابقات حلوه خفيفه اسمها سافر معنا، بنتكلم عن دول حلوه وبعض المناطق، والشاطرين اللي بيجاوبون على الاسئله اول باول، فاللي يجاوب اول واحد راح ينكتب اسمه، وراح نجمع اكثر عدد الاجابه الصحيحه من الشخص نفسه ونعلن الفائز اليوم في اخر الاسئله ان شاء الله. فالاسئله تقريبا 25 سؤال، وعندنا جوائز حلوه حق ثلاث الاوائل فقط. فشلون تعرفونكم ثلاث اوائل اذا جاوبتوا على اكثر الاجابات الصحيحه؟ مثلا يعني اذا انت جاوبت على 10 اسئله صحيحه ممكن تكون من الفوائز، يعني من الاوائل. اوكي، اذا ما جاوبتوا على جميع الاسئله ممكن تكونون بعد فايزين، لان ممكن ما حد يجاوب على الاسئله لانها وايد صعبه، بس في ناس يقولون ان شاء الله بتكون سهله. نبتدي؟ يلا بسم الله. اول سؤال، هي دوله جميله تقريبا حق الناس اللي يحبون يسافرون الى اوروبا، ومن جمال هذه الدوله انها مطله على ايطاليا من الغرب ومن الجنوب الشرقي الى كرواتيا. والجمال الثاني اللي في هالمكان انه هو محيط بالبحر الادريكاتي والبحر الابيض المتوسط. هل احد يعرف اسم الدوله هذه؟ اقرب لكم الجواب. ما شاء الله للحين الناس ما جاوبوا. اوكي، نعطيكم التقريبي. هل هو يونان ام سلوفينيا ام مالتا؟ للحين ما حد جاوب. للحين غلط. للحين ما حد كتب الجواب الصحيح. اول واحد يقول الجواب صحيح راح انتقل على السؤال الثاني. الاجابه الصحيحه الاخ آدم جاوب على السؤال الأول، سلوفينيا. الأخ آدم أتمنى ما يجاوب على كل الأسئلة. فنروح السؤال الثاني، بما أن الجواب الأول سلوفينيا. سلوفينيا منطقة جميلة ومدينة صغيرة جميلة تقع في أوروبا، والحلو أنكم لو تقرون عنها أكثر لأنها منطقة سياحية معروفة في أوروبا. نروح السؤال الثاني، هذا النهر جميل جدا يقع في شرق آسيا، ما راح أقول لكم اسم النهر لأن أنتوا عليكم تعطوني اسم النهر، بس إذا اسم النهر صعب راح أعطيكم ثلاث اختيارات. النهر بطبيعته من كثر من جمالها الناس عبالهم أنها هي برج صناعية، بس هو كل الموضوع أنه موضوع جميع وجمال طبيعي وخلاب من رب العالمين، ولون البحر لون النهر في هذا وايد صافي. لا النهر راح اقول لكم وين تقع، تقع في الفلبين، بس شنو اسم النهر؟ اساعدكم؟ لا خطا، مش الامازون. راح اعطيكم ثلاث اختيارات. لا مش في تركيا، الناس كلهم يركزون على تركيا، ما عندنا ولا سؤال عن تركيا، بريحكم من الحين. اوكي، اسم النهر هينتاون او هيكاي او هيتاشي. اسم النهر اعتقد ما حد راح يجاوب على السؤال وايد صعب، راح اعيد الجواب، الاجوبه الاختياريه هين تاون او هيكاي او هيتاشي. شو اسم النهر؟ خطا. لا
لا معني قلت الجواب ما حد يقدر يجاوب عليه. لا ما حد جاوب. أعيد الاختيارات. هين تاون أو هيكاي أو هيتاشي. في واحدة قربت بس السبيلينج شوي غلط. أوكي تمام. النهر اسمه نهر هين تاون. نهر هين تاون تقع في الفلبين. كل الغواصين يحبون هالنهر والأكثر الناس السباحين يعرفون اسم النهر هاي. فخلاص جاوبنا عليه. نروح سؤال الثالث. هذه الغابة جميلة موجودة في أقليكم. عشان أسهل لكم أبيكم تقولوا لي اسم الدولة. أنا راح أقول لكم اسم الغابة. اسم الغابة كركود. تقع في شمال وغرب أوروبا. وهذه الغابة معروفة من شجر سنوبر والجمال الطبيعي اللي فيها. يعني ما في سياحي يروح البلد لازم ما يروح المنطقة. شو اسم هذه الدولة؟ أساعدكم بعد لأن شكلكم ما راح تجاوبون. الأسئلة صعبة. كل كاتب الأسئلة صعبة. إيه الأسئلة صعبة كذي حاطين عليها جوائز صعبة يعني جوائز قيمة عشان تجاوبون. لا أعطيكم اختيارات. ورا كواليس يقولون ما أعطيكم اختيارات ولا ساعدكم يبون يصعب عليكم الموضوع زيادة. شاطرة بولندا. الإجابة الصحيحة هي بولندا. أوريدي في شخص جاوب. شوفوا أنا أدري قاعدة أسرع بس إن الشخص اللي يجاوب صح إحنا نبي نصيد هو جوابه الأولي. فأنتوا أسرعوا وكتبوا الأسامي الدول والمناطق على أساس إنه ممكن تطلع إجاباتكم صحيحة. أوكي اسم الغابة هي غابة كروكيد موجودة في بولندا. نروح على السؤال الثالث. هذه من أجمل حدائق الموجودة في اليابان. أبيكم بس تطلعون لي اسمها. والحلو في هذه الحديقة ان هي من الحدائق اللي انتم اذا قعدتوا يعني اذا مشيتوا فيها تحسون بالريلاكس والاسترخاء من كثر رائحة الورود اللي فيها. تحسون كأنكم داشين محل عطور. وهذه الحديقة معروفة في اليابان. اي احد مسافر اليابان لازم من المطار يقولون لكم ان انتم تزورون هالمكان. نفسها موجودة في هولندا بس هالحديقة موجودة منها في اليابان بس هي ما فيها الورد الليلي. الشاطرة جاوبت قبل ما أسأل. اسم الحديقة حدائق هيتاشي من أكبر الحدائق في العالم. ترى واحدة جاوبت اسمها مريم. شاطرة. أوكي نروح السؤال الخامس بمنها جاوبت حدائق الهيتاشي. اقروا عنها ممكن تروحون لها إن شاء الله السنة الجاية. هذه المنطقة ما راح اقول لكم بقول لكم اسم البلده لان اسم البلده صعبه بس ابيكم تقولوا لي الدوله وين. هذه منطقه اسمها تاورمينيا. بلده صغيره جميله تقع في الساحل الشرقي لجزيره صقليه وهي الوجهه السياحيه الاكثر شعبيه في صقليه. اين تقع هذه البلده؟ اعتقد كلكم تقريبا نص الشعب رايحه. لا خطا مش يونان. اللي جاوب اسرع السؤال الخامس احنا نسجل معانا. لا وش يونان. الكل مصر على يونان. لا منطقة حلوة. أكف جاوب الأول واحد. سوير. اسمه سوير. طالع عندي سوير. إيطاليا صح. الإجابة الصحيحة هي إيطاليا. إذا وصلنا تقريبا عند 10 أسئلة راح شوي ناخذ بريك عشان نشوف إذا أنتوا أصلا تعرفون هالدول هم زرتوها أم لا. لأن الهدف المسابقة أنكم تستفيدون من هالمناطق وتجهزون نفسكم حق السنة الجاية وخططكم وين تسافرون فيها وتتعلمون فيها. لحد الحين احنا جاوبنا على السؤال الخامس والأسامي ما تكررت إلا شخص واحد. وعشان ما نسرع في الأسئلة أنا كل مرة راح أحاول أعطيكم الاختيارات ونمشي الموضوع بسهولة. بس أهم شيء أنكم أنتم مركزين على الدول وتسجلون الدول عندكم عشان تتحمسون وتسافرون فيها السنة الجديدة. اوكي وما ادري والله ورا كواليس وايد يكلموني شوشوني الحين بهاويشهم قدامكم شكلي. انزين نروح حق سؤال رقم 6. عبير زعلانه تقول اجوبتها كلها غلط. يمكن الحين تجاوبين هالسؤال. اوكي في واحده اسمها مريم هنا احنا بنقول لها ما تشارك. أزل هاي الشاطئ جميل جدا يقع في مكسيك. السؤال هاي
أبيكم تطلعوا لي اسم الشاطئ، لأن هاي الشاطئ يعني عنده أكثر من اسم عالميا، بس أنتوا عليكم تطلعون اسم الشاطئ، وراح أعطيكم اختيارات سهلة. تشكلت هذه الشاطئ، أحلى ما فيها القصة أن هاي الشاطئ تشكلت من حروب نووية هم قطوها في مكسيك. زين، بعد فترة من الزمن الجيوش المكسيكية حاولت أنها تخلي هي منطقة سياحية، وكلموا العلماء أنها ممكن تكون منطقة سياحية من القنبلة النووية اللي جاتهم. عقب هالتغييرات اللي صارت، الشيء الحلو أن الغواصين بس يقدرون يوصلون لها، لأن لازم تدخلون من تحت النفق عشان توصلون هالسطح، وهي من الجزر المارتية اللي معروفة في المكسيك، فمسمين هالشاطئ شاطئ جميل جدا. راح أعطيكم اختيارات حق اسم الشاطئ. لا، أنا الحين أبي اسم الشاطئ. هل اسم الشاطئ شاطئ الرعب، أم شاطئ المخفي، أم شاطئ السطحي؟ أعطيتكم ثلاثة أجوبة، راح أعيد الاختيارات. شاطئ الرعب، أم شاطئ المخفي، أم شاطئ، ما حد جاوب لحي. شاطئ المخفي، ما شاء الله جاوبوا الكل شاطئ مخفي. أول واحد اللي جاوبت سوير. طالع عندكم من الصور صح؟ طالع الصور عندكم؟ بس اكتبوا لي رد إذا طالع الصور عندكم. أوكي تمام، طالع كل شيء. اسم الشاطئ شاطئ المخفي، تقع في مارتيريا مكسيك. تمام، كل شيء تمام. وانا ليش غلط؟ او احنا عندنا، نرجع نذكركم، اللي جاوب اول واحد واجابته تكون صحيحه هو اللي اسمه ناخذه. حتى لو جاوبتوا كلكم لازم تكونون الاول، يعني صباق في الموضوع، يعني اللي جاوب اول واحد خلاص ناخذه في الموضوع. انزين، الحين هالسؤال وايد سهل، تقريبا كلكم تعرفونه. هي دوله شقيقه وحبيبه لقطر، اين يقع هذا الجبل؟ ما اسم هذا الجبل؟ هي شقيقه حبيبه، دوله حبيبه لنا كلنا، أكثر دولة خليجية هادية وساكتة، معروف هالجبل من الفواكه الجميلة، من الرمان والخوخ. لا أنا قلت دولة خليجية، أنتوا وايد مركزين على تركيا وأنا ما حاطة ولا سؤال عن تركيا. شاطرة مياسة، لا ميساء اللي جاوبت. اسم الجبل جبل الأخضر، وكلكم تعرفون عنه، المعلومات جميلة جدا عنها، وفي بعض الإشاعات عن هالجبل. بس أنا من الدولة العزيزة اللي زرتها عمان، وكانت جدا الجبال اللي فيها من كثرة الفواكه والخضار اللي فيها طوال السنة يقدرون يزورونها، حلوة من صج، ومن المنتجعات الجميلة، يعني حطوها من خططكم حق السنة الجديدة إن شاء الله. نروح حق سؤال. أوكي، راح أسألكم أين تقع هذه البحيرة. أوكي، راح تقولوا لي اسم الدولة، لأن شوي البحيرة يمكن صعبة عليكم. اسم البحيرة بحيرة هيلر. أوكي، اسم البحيرة بحيرة هيلر، وهي الجمال البحيرة هذه أنها وردية غامجة، والشيء الغريب أن حتى لو طلعوا البحيرة في غلاس لحن يتم وردية، فالعلماء قاعدين لحن يفسرون ليش هالسبب، يعني وصلنا 2020 لحن ما لقوا فيها التفسير. أول واحدة جاوبت استراليا، تقول صح، الإجابة صحيحة. تقع هذه البحيرة في استراليا، تقريبا أول ما تنزلون من طيارة في استراليا بيقولوا لكم لازم تزورون هذه البحيرة، هي تقع في غابات كبيرة وكثبان رملية، يعني قوية. المكان اللي بتروحونها من كثر جمالها ما تبوا تتركونه، بس يقولوا لكم ممنوع تأخذون الماي وتودونه معاكم للعلم، يعني لاش دعوة بحيرة دم، بحر دم. اسم البحيرة بحيرة هيلر، اقروا عنها زيادة عشان تسافرون فيها السنة الجاية إن شاء الله. استراليا يقول لكم هالسنة نزلت اقتصادها مال السياحي، لأنهم معروفة كانت أكثر دولة العالم تسافر لها، فهالسنة هم زعلانين، بس إن شاء الله السنة الجاية نروح لهم. بحيرة هيلر، ناخذ بريك بما أنه وصلنا 8 أسئلة. في حد فيكم سافر هالدول كلها اللي أنا ذكرتها قبل؟ من هالثمان أسئلة في حد فيكم سافر هذه الدول؟ إن شاء الله عمان على الأقل، لأن أنتوا رايحين عمان. كل احد يجاوب. حلو، تقدرون تنادون اصدقائكم ان تدشون المسابقه على اساس تصير الحماس اكثر وتجاوبون على الاسئله اكثر. في ناس يقولون كلش ما راحوا ولا دوله. اوكي، ننتقل حق سؤال رقم 9. كانت 8 أسئلة، احنا عندنا 25 سؤال،
يعني قاعدين معاكم 40 دقيقة إن شاء الله، فلا تحاولون أنكم تشردون من ولا سؤال، يمكن تكونوا من الفائزين، لأن أول 3 أسئلة يمكن جاوبتها غلط، بس باقي الأسئلة يمكن تكون إجابتكم صحيحة. شنو الهدايا؟ الناس تسأل عن الهدايا، عندنا 3 جوائز. الجائزة الكبيرة حق المسابق الأول هي صناديق حلوة والجوائز حلوة من الجزيرة، وعندنا الجائزة الثانية صندوق الأصغر، وآخر شيء جائزة مسابقة يعني الفائز الثالث للصندوق الأصغر، عبارة عن عود ودهن عود والأشياء اللي تحبونها من الجزيرة. أوكي، ممكن أعيد كيفية المشاركة؟ إذا إحنا عندنا 25 سؤال لحد الحين، تخلصنا 8 أسئلة، وأكثر شخص اللي يجاوب على الأسئلة الصحيحة أول بأول هو اللي ينكتب اسمه، وراح نجمع من الفائزين وراح يتواصلوا معكم الإدارة. بعدين نكمل بحيرة. أوكي، أين تقع هذه الجزيرة؟ جزيرة بوباي، أسهل منطقة يمكن تعرفونها في أوروبا، هي جزيرة حلوة تقع تحت إيطاليا، واختيرت في شركة والت ديزني لخليج أنكورا في هذه الجزيرة الشمالي غربي. ما راح أقول اسم الجزيرة لأن كل دقيقة تبي تطلع الجزيرة غلط، مش مكسيك. والحلو في جزيرة بوباي إن أكثر الاختيارات اللي صارت حق تمثيل فيها، لا ليس الهند، الكل مصر هند، وبناء على هذه الجزيرة سووا فيها وايد أفلام وكراتين وأفلام ومسلسلات حتى كرتونية، وحتى يأخذون منها تقريبا هولندا تستفيد من هذه الدولة من الأخشاب، وكندا بعد ساعدت فيها يأخذون منها الخشب والقرميدة. لا كلكم غلط لحين، لا من ساعة جاوبتوا في سؤال انتوا جاوبتوا كلكم قاعد تذكرون الاسم. لا لا لا، نعم نعم، واحدة جاوبت مالطا. الإجابة الصحيحة هي مالطا. شوفوا وايد دول من التصوير تبين انها قريبة من بعض، بس انتوا كل ما تقرون على الدولة بتستفيدون من المدن الأشياء اللي فيها، اوكي حتى لو متشابهة بس الأشياء الثانية فيها غير، اذا زرتوا هالبلد بتكون التجربة مالتكم غير عن التجارب الثانية للدولة نفسها، بتقولون اوه انا زرت هالدولة نفسها قبل، بس بتكون التجربة جدا مختلفة. واحدة جاوبت قالت لنا مالطا، جزيرة بوباي. نروح حق سؤال رقم 10، أين تقع هذه الكهف؟ أوه صعب وايد صعب، راح أقرأ لكم الاسم عشان تقولوا لي اسم الدولة، أوكي؟ شو قاعدة أنقذكم. اسم الكهف سان مارسيل دي أردشتيشي. وايد صعب، أنتوا لازم تقولوا لي في أي دولة هذه، أوكي؟ تم اكتشافها عن طريق الصدفة حين سقط بها أحد الصيادين عام 1836. وداخل هالكهف من برك اللي تكونت نتيجة تراكم المعادن، لا مش برازيل، وساهمت الإضاءة الملونة في هذه إنها تعطيها بهجة، يعني ترى هالألوان والأشياء اللي فيها وليتاتها هي طبيعية من الله. في واحدة جاوبت فرنسا، شاطرة صح، والأفلام الديزني العلمية كلها سواها هني، الأفلام الخيالية مش الأفلام الديزني، لا مش يابان ولا إيطاليا. واحدة جاوبت أوريدي شاطرة، قالت اسمها، انا قلت الاسم لان الاسم وايد صعب عليكم، ف يعني ما شاء الله تقدرون تقرون الاسم، فتقع في فرنسا، وهي من يعني هي من الكهوف اللي معروفه اللي فيها اشياء تضاريس اللي غريبه. اوكي لا لا لا، الناس مصره ليه احنا نجاوب على بوليفيا. اوكي نروح السؤال الثاني، اين تقع هذه البحيره؟ هذه بحيره صناعيه وكل اللي فيها من المكون من المنطقة الداخلية كاملة كلها صناعية، ومسوين فيها بلدة صغيرة، نفس شلون احنا عندنا اللؤلؤة كلها صناعية، هذه بحيرة اسمها بوتراجايا حلوة، تقع في شرق آسيا. زين، والدولة هذه معروفة، دولة مسلمة وتثقفت والحضارات، لا مش قبرص، قلت لكم شرق آسيا، وهي بحيرة صناعية وحواليها مدينة باهرة، يعني من كثر المدينة حلوة وهادية، فيها مسجد، ما أعرف شلون تقولون قبرص واليابانية يعني. أوكي واحدة جاوبت قالت ماليزيا، شاطرة، كأني ما أعطيكم حتى دقائق تجاوبون. أوكي سنغافورة، لا في أسئلة تخص سنغافورة تذكروا، بحيرة بوتراجيا ماليزيا، بحيرة جميلة جدا، حكومة ماليزيا عندها ان هذه المنطقة كانت تبي تخليها العاصمة، بس خلتها العاصمة الإدارية، وتقع فيها 25 كيلومتر من كوالالمبور، يعني
يعني تقريبا اقل من نص ساعه وتقدرون توصلون لها اذا كنتوا نازلين كوالالمبور. وتمتلك المدينه تقريبا 8 بحيرات تتوسطها بحيره بتراجا، يعني كل اللي حواليها اصلا بحيرات، وماليزيا مسويتها ما يعني ما كانت موجوده اصلا. فحلو لو تقرون عنها اكثر على اساس اذا رحتوا مره ثانيه ماليزيا ما تروحون الاماكن اللي رحتوها قبل، تروحون الاماكن الجديده. هذه الدولة حلوة تقريبا كل الناس اللي يحبون الهايكينج، وترى احنا رحناها سؤال رقم 12 تقريبا، ايوه سؤال رقم 12. هذه الدولة جدا جميلة حق الناس اللي يحبون هايكينج والكلايمينج. اسم البركان بركان كواهو ايجين، صح الحمد لله ما لفتها غلط، قاعدة احفظها عشانكم. اوكي هذه البركان موجودة في جزيرة جاهو شرقية، ما راح اقول لكم اسم الدولة، انتم لازم تقولون لي اسم الدولة. ومعروفة انها تنثقب منها حمام زرقاء، يعني اي بركان يطلع منها لونه ازرق رمادي كذي، يعني الغازات الكبريتية اللي تطلع منها مش لون احمر لا كبيرة، لا تقع ايضا في شرق اسيا، قاعدة اسهل لكم. فاللي بتجاوب اقرب شيء هي تقع في شرق اسيا، وما راح اعطيكم الاجابات لانه وايد ساعدكم اول الاسئله احس. اكيد جاوبت ما شاء الله سوير، انا احس يعني ما اعرف شلون تغشون، ترى انا ما حاطه الاسئله وما قاعد اقول لكم الاجوبه، بس في ناس شاطرين وفاهمين وان شاء الله بس ما قاعد تستعينون في جوجل صديقكم. اندونيسيا الاجابه الصحيحه هي اندونيسيا. احب الناس اللي قاعده تشارك وتعطي الاجوبه من قلبها، بس اول ما اقول شرق اسيا يقولون لي يا فلبين يا فيتنام، ترى شرق اسيا كبيره، يعني اي دوله ممكن تخطر على بالكم اكتبوه. احنا قلنا اوريدي اندونيسيا، يعني احنا نبي اسم الدوله بس هذه ما تقع في بالي، وايد بعيده عن بالي ترى. اوكي نروح سؤال رقم 13. هالمره ما راح اقول لكم اسم المعلم، لازم انتم تقولوا لي اياها، بس راح اقول لكم اسم الدولة. هذه جسر ليش وايد سهلة، اوكي خلاص ما راح اقول لكم، بقول لكم اسم الجسر بس ما راح اقول لكم اسم الدولة، انتوا اعطوني اسم الدولة. اوكي ما قلت اسم الدولة للحين. هذه اسم الجسر، جسر باستي. اوكي وايد حلوة الجسر هاي، مسوين فيها الافلام الكبيرة معروفة، وماخذين فيها لا تقع في اوروبا، وماخذين فيها خط كامل للفيلم هاري بوتر، وتاريخ تاريخ الجسر قديم جدا، وقاعدين يحاولون يسوون عليها سكك حديديه ويعدلون فيها. توجد في المانيا، توجد في اوروبا. واحده جاوبت شاطره قبل ما انا اجاوب. انتم مشكلتكم ما تلاحظون اني انا اكثر من مره اعطيكم الاجابات وانتم ما مركزين عليها. واحد اوريدي جاوب شاطر قال المانيا، خلاص جاوبوا ليه الناس مصره ايرلند. اوكي جسر اسم الجسر باستي تقع في المانيا. حلو ان في هالجسر انتم تقدرون تشوفونه حي من بعيد بس ما تقدرون تمرون فيه، وانتم لاحظوا ان انا من كثر قاعده اخربط بالاسامي متعمده عشان اساعدكم في الاجوبه، بس انتم ما قاعد تركزون. ومن الصور ترى في صور معروفه عالميا، بس احنا حاولنا نجيب لكم اشياء جديده ان انتم ما قريتوا عنها قبل، فاقروا عن هذا الجسر وايد يعني معلومات جديده وحلوه. اوكي هاي السؤال ممكن اسهل على وايد ناس، وبس قولوا لي اين تقع هذه المدينه، ما راح حتى اجاوب لكم اسم المدينه لانها معروفه، فاخاف اول ما اقول لكم اسم المدينه تطلعون لي الجواب على طول. مصرين على برازيل، لا هاي الشوارع حلوة وملونة وفيها الأحجار الكريمة ومعروفة، هي غريبة في المدينة وطول السنة شي ألوانها حلوة زرقاء. أدري إن أنتم شايفين شبيه لها في اليونان بس الإجابة مش يونان. شاطرة في واحدة جاوبت الإجابة هي المغرب، الدولة الحبيبة الثانية للعرب المغرب. تقريبا شفتم ساعة عشان كنت أقول لكم إن في دول متشابهة بتشوفون نفس الجسر أو نفس الجزيرة أو نفس البيوت، كنت اقصد فيها هذه ان اليونان ومغرب فيها شوي شبه، واذا رحت دول شرق اسيا فيها نفس الشيء، حدائق متشابهه، وممكن حديقه اللي في شرق اسيا تشوفون نفسها في حديقه في اوروبا. فبالاخير ان العالم كلها متشابه، يعني سبحان الله، يعني في وايد ناس يسافرون يقولون خلاص كل ما رحت منطقه اشوفها نفس الشيء.
الحين هالسؤال هاي تقريبا صعب، راح اخليكم انتم تقولوا لي اسم الوادي وانا بقول لكم اسم الدوله، راح اساعدكم لان ادري السؤال شوي صعب. تقع هذا الوادي في انحاء صحراء البيرو جرداء، خلاف ان هالوادي قريه هي عباره عن صغيره ما بقول لكم اسم القريه، هي انبنت حول واحد غناء، يعني كل اللي صار كله من الطبيعه وجو الناس هم اللي سووا بيوتهم صغيره، يعني كونوا لهم بيوت صغيره حلوه، وتقع في البيرو يعني تقولون في الامريكا الجنوبيه شيء قريب من المكسيك. انا الحين ابيكم تطلعوا لي اسم الوادي، اساعدكم اعطيكم ثلاث اختيارات. لا مصرين يقولون اريزونا، لا هو موجود في بيرو، انا قلت بيرو بس انا اقول لكم شو اسم الوادي، جوجل يمكن يساعدكم. اسم الوادي موجود في بيرو، راح اعطيكم وقت لان حرام انا وايد الاسئله صرعتها وخليكم تجاوبون بسرعه شي مخرعتكم، بس هالمره راح اعطيكم راحتكم تفكرون لي في هالوادي واشوف من اللي راح يجي بالجواب الصح. ترى جواب الوادي وايد صعب، لا مش كولكا، فكروا اسم الوادي وايد ترى الاسم منطقه اصلا صعب، فانا بشوف شلون راح تكتبونه. اعطيهم اختيارات ورا كواليس مراضين حتى اعطيكم اختيارات، ما يبونكم تفوزون شكلهم. كله غلط، ابي اصعب سؤال، وادي هوكوتيناش صح. في ناس جاوبوا، انا اعتقد جوجل ساعدكم في هالدقايق صح. اقول الصراحه استخدمتوا جوجل ولا لا؟ انا احس الشخص اللي كتب لي بالعربي الصح بدون خطا املائي حتى اعتقد استخدم جوجل، بس كتب بيرو وكتب وادي في بيرو، لانه والله يعني السؤال صعب بس لما تبحثون عنه يطلع سهل. حلو في هالوادي ترى ان الانشطه اللي صارت فيها من عمقها الناس هم اللي سووا بيوت، ففي دول ممكن تسافرون لها تستغربون ان هي بعضها الدول هي صناعيه، بعضها الدول تكونت من الطبيعه، فحلو لما تزورون هالدول تكتشفون هالاشياء، يعني ما تسافرون سياحه بس ان شوبينج وبشتري وهي، لا تسافرون لانكم تبون تكتشفون العالم، واحنا عندنا في بيوت الشباب لازم اي دوله بتسافرون لانكم رحاله رايحين تكتشفون تتعلمون تستفيدون، فهاي الرحلات السفريه اللي تصير مع شباب بيوت الشباب هاي الشيء الحلو فيهم انه يعلمونكم ويفيدونكم، يعني يتم في بالكم هالشيء. ايه يقولون الاسئله صعبه. اسم الوادي وادي هاكوتشينا، وايد صعب، صار لي اسبوع انا احاول احفظه. اوكي نروح سؤال 13، وصلنا 13 ما شاء الله. اين تقع هذه الجزيره؟ اوكي ما بي اساعدكم لان الناس اللي وايد قراب مني يمكن يعرفون هالجواب. تقع هذه يعني هي دوله حضاريه حلوه، ارثها حضاري عريق جدا. اوكي وتقع في شرق اسيا، هي جزيره حلوه اصلا البلده كلها جزيره مش اندونيسيا، وقريبه شوي من الهند هذه الدوله، والحلو اللي فيه انها تصدر الشاي والمطاط والبن، كل الاشياء المفيده في العالم ممكن تشوفونها في هالدوله، وطبيعتها منها من ان هي تقع في غابات الاستوائيه. لا مش سنغافوره، قاعد اقول لكم قريبه من الهند، يعني تشوفوا الدول اللي قريبه من الهند. اوكي والحلو فيها ان اكثر الخليج الحين قاموا يروحون لها، وانا تقريبا رحت لها، اللي عرفني كان قاعد اساعدكم عشان ما تقولوا لي ما قاعد اساعد حد. ما حد كتب، طلع تمام. سريلانكا، ام خال، ام اساميكم صعبه بالانجليزي، ففي واحده شاطره جاوبت كنت بس سريلانكا. سريلانكا ترى هي دوله مسكينه وايد ناس ظالمينها سياحيا، بس هي من الدول الجميله اللي الناس اللي تحب تكتشف وتروح السفاري ورحلات وكذي، تقريبا بيقولون اوكي انها تشبه شوي تايلاند وكذي، بس الجمال اللي فيها ونظافه الدوله هذه تخليكم تنبهرون من المكان. انا شخصيا رحت لها ورحت لها كم من منطقه، وان شاء الله لها زياره ثانيه لان هالدوله كبيره، واللي تقدرون تستفيدون من هالدول ان تكونون رياضيين وانتم رايحين، يعني الفتنس عندكم لازم يكون حلو لان بتمشون بتركبون جبل بتركبون مناطق الطبيعيه اللي عندهم بتغوصون كل شيء تقريبا فيها، وهي قريبه من مالديف، الخليجيين لما يروحون سريلانكا يروحونها كانها محطه عشان ينزلون مالديف، في ناس ما يحبون يروحونها دايركت من دولهم فينزلون فيها،
فيكتشفون انها حتى هي دولة حلوة وتستحق الزيارة. اوكي نروح السؤال رقم 16 17. اين تقع هذه الدولة؟ حلو هالشاطئ والله. اقول الاجوبة هي ثالث اكبر جزيرة على البحر المتوسط، حيث تتباهى تلك الجزيرة روائع بشواطئها الممتدة. يعني هي قريبة من حضارة الرومانية وحضارة اليونانية. لا ليس لبنان، هي تقع بين الحضارتين، بين انتوا تكتبون لبنان انا ارجع اقول لبنان، لا بين تقع بين اليونان والرومان، يعني عندها هالحضارتين مندمجة في دولتهم الرومانية واليونانية. والحلو ان عدد السياح اللي فيها كل مرة يزيد، يعني كل سنة يقولون انه حلو. والحين ما كملت المعالم اللي فيها. جزيرة قبرص صح، الإجابة جدا صحيحة ومعروفة، هي من الثقافات اللي فيها شوية ثقافة الأوروبية وداشة فيها الثقافة اليونانية والرومانية. ليش قاعدة أقول لكم الأشياء اللي موجودة في الثقافات، وبالذات هالجزيرة اللي أنا حطيت لكم اسمها صخر، صخرة أرفودايت معروفة الصخر، لو تقرون عنها هي من جات من الرومان، يعني هالثقافة اللي جاتهم من الرومان، فهم ليحين مناطقهم الأساسية مخلينها الأسامي الرومانية ما مسحوها. فإذا تحبون تزورون هذه الدول حلو إن اللي عند يحب هالثقافة الرومانية أو اليونانية وما ما يقدر يروح يونان يقدر يروح المكان ويشوف كل شيء. أوكي صح. سؤال رقم 18 أقول لهم أبيكم تطلعون لي اسم المنطقة، هي موجودة في اليابان، أبيكم تطلعون لي اسم المنطقة. المنطقة جدا معروفة من التكنولوجيا اللي فيها، وهي يعني هي صارت قبل 16 قرن وتعتبر من أولى عواصم اليابان. أنا قلت لكم اسم الدولة، أنا أبيكم تطلعون لي اسم المنطقة. أنا قلت لكم أوريدي اسم الدولة، اسم الدولة يابان، بس هي من عواصم اليابان الأولية قبل طوكيو، كانت هذه هي عاصمة معروفة، ليس طوكيو هذه. وتشتهر في هذه المنطقة أن فيها ألعاب ترفيهية، يعني أي أحد عنده هدف أنه يسافر يابان يبي يروح ألعاب ترفيهية لازم يروح المنطقة. صحيح، في واحد جاوب اسمه ناصر. اسم الدولة اسم المنطقة أوساكا، حلوة يعني هي في يابان. الناس كلها يوم تروح يابان بس تفكر في طوكيو أو مناطق طبيعية، بس اللي صدق تحب الألعاب وتحب الحياة مشاهدة الأسماك والأشياء الطبيعية، وعندهم أكبر حوض سمك في العالم في هذه المنطقة. شو أنا قاعد أسوي لهم دعاية، مفروض يدفعون لي يابانيين الصراحة. أوكي الجواب صحيح، أوساكا في اليابان. أنا أحس في ناس ماسكين جوال الثاني ويطلعون الأجوبة من الجوجل عشان يفوزون في المسابقة. أوكي نروح السؤال رقم، ما بيصارخ عليكم، 19 زين وصلنا 20. أوكي هذه مدينة معروفة من الصور المفروض تعرفونها، أنا وايد أحب هالدولة. أوكي أنتم ما تعرفوني، في ناس تعرفني، وايد حلوة هذه الدولة، موجودة أيضا في شرق آسيا ومعروفة بتكنولوجيا ومعروفة بسامسونج، أكثر من هالجواب ما في. هي اللي مسوية سامسونج وهي اللي تتذبح مع أبل، دولة معروفة بالتكنولوجيا ودولة معروفة في مسلسلات الدراما، معروفة بحدائقها الحلوة. أكثر من شيء ما أقدر أجاوب الصراحة. غلط، مو بالصين، الصين لحين ما شفنا لها مسلسل. لا طبعا معروفة يعني الطبيعة اللي فيها. أكيد واحدة جاوبت عندي كوريا صح، واحدة جاوبت شاطرة. سيول منطقة معروفة في كوريا وهي من مصدر التكنولوجيا، يعني أي أحد يبي يسافر يبي يفتح له تجارة في التكنولوجيا لازم يروح هذه المنطقة. وأنا ما حتى ما يعني عشان ما ساعدكم وأسهل لكم حتى ما قلت لكم إنهم يستخدمون برودكت الطبيعة ومعروفين بصغر سنهم، لأن إذا قلت هالجملتين كنتوا بتقولونها على طول، بس أنا بيكم تعرفون إن في دول مظلومة شخصية من موضوع التكنولوجيا. ترى كوريا هي أول دولة معروفة بالتطور التكنولوجي أكثر من الصين، فلو حلو تقرون عن كوريا أكثر من موضوع إنهم عندهم برودكت طبيعي وإن ناسهم يبينون كلها صغار بس هاي مو بصدق كلها عمليات، بس تقدرون تبحثون أكثر عنها. وصلنا السؤال رقم، وصلنا السؤال رقم 20. هذا جبل معروف وجميل تقع بين الهند والباكستان، أسهل منه ما في،
وهي دولة صغيرة اللي الكل يتهاوش عليها حروب منذ الزمن. بس جمال هالمكان انها هي طوال السنة فيها ثلوج طول السنة طول السنة، والحدائق اللي عندها خضراء معروفة، والبيوت اللي فيها صغيرة حلوة. بس هالدولة جدا مظلومة، قلت لكم تقع بين الهند وباكستان، وهالدولة يحاربون عليها طوال السنين. يعني اللي دارس تاريخ او حتى مو تاريخ شايف الاخبار وعارف الدنيا بيعرف هالدولة. هذه الدولة يعني صج انظلمت بجمالها، هي من كثر ما هي مظلومة هالدولة لحد الحين في ناس يسمونها، الإجابة الصحيحة واحدة جاوبت كشمير، ففي ناس يسمونها كشمير باكستان أو في ناس يسمونها كشمير الهند لأنها مقسمينها نصين، بس هي في الحقيقة هي دولة لحالها وجمالها الطبيعي جدا خلاب وتنافس أوروبا في هذه الجمال. كشمير الإجابة الصحيحة. لا وين رحنا هملايا؟ الناس يجاوبون على هملايا. أوكي السؤال رقم، ونروح سؤال رقم 21. أين تقع هذه العاصمة داكارا؟ مفروض ما أقول لكم العاصمة لأنها سهلة بتطلعونها من جوجل، بس معروفة هذه العاصمة جميلة، شو قاعدة أسهل لكم، وهي من الدول اللي تروحونها هادية جدا، والاكتشافات الجزر اللي فيها وايد هادية، والشيء المعروف عندهم الأكل اللذيذ اللي عندهم أنواع الكعك والسويتات، ومعروفين أنهم يعني استقالوا عام 1960، ومعروفين انهم استقالوا عن الدول اللي كانت تحارب احداها. في واحدة جاوبت عندي، انا جاوبت عند الشعب ما ادري صح. شوفوا انا اول ما اقول لكم الجواب العاصمة وشي مفروض هاي يسهل لكم انكم تبحثون عنها صحيح. اسم الدولة عاصمة السنغال هي داكارا. الأشياء الحلوة في هالمنطقة أن أنتوا عندهم متاحف كثيرة وأنواع سويتاتهم كثيرة. يعني الناس معروفة أن سويسرا كل عبالهم فيها سويتات، بس لو تزورون هذه الدولة حضارتهم جدا قديمة، يعني من الدول اللي كل ما تشوفون شيء تقولون أوه شفناها في مكان ثاني، بس الشيء حلو أنه متغيرة ثقافتهم عن باقي الدول. ما في دقيقة؟ أوكي بنسرع بنسرع. أوكي ليش ما يتحرك الماوس؟ أين تقع هذه الجزيرة؟ شير أبي أساعدكم بس ما يخلوني أطلع المعلومات الصحيحة. هي دولة معروفة مش جزيرة، زين موجودة في أفريقيا، يعني الناس اللي سافروا أفريقيا بيعرفون هالمدينة، مدينة معروفة. لا مش مالديف، مدينة معروفة أن فيها أنواع البطاريق الكبيرة في العالم، هي موجودة في جنوب أفريقيا، بس أبيكم تقولون لي اسم المدينة. والأفلام الأجنبية كلها يروون أن الأجانب رايحين هالمدينة، وهي منطقة سياحية معروفة فيها شوي تطور وحلو وألوان منطقتهم حلوة، بس أنا بركز لكم على هالجزيرة لأن هالجزيرة الناس ممكن تروحها عشان تزور هذه البطاريق الجميلة موجودة في طبيعة، يعني مو لازم ثلج. نعم في واحدة جاوبت كيب تاون. لا مش مدغشقر. والبطاريق اللي موجودة مستعمرة في هذه المدينة تقريبا فوق 3000 بطريق وما يحتاجون ثلوج. فالحلو لما تروحون الدولة هذه تروحون عشان عندكم سبب منكم بتتسبحون مع هالبطاريق، يعني والبحر والشاطئ اللي عندهم وايد صافي بدرجة أن حتى أهل المدينة أن يخافون من هالبطاريق قاموا يسوون لهم محميات، يعني حتى عدد الزوار اللي يزورون المنطقة بعدد معين مش كلهم يروحون مرة واحدة أساس أنهم خايفين على هالنوع من البطاريق. الإجابة الصحيحة هو كيب تاون، معروف يعني في كل فيلم أجنبي لازم يصورون في أفريقيا أنهم ما في كيب تاون. واحدة جاوبت أوريدي. انزين نروح حق سؤال. أوكي هاي من الصورة لازم تعرفون، ما يحتاج حتى تتكلم عن هذه الدولة، الصورة معروفة عالميا، أحلى فندق وبرج معروف في العالم، وهي دولة واجهة سياحية، وهي استقلت عن ماليزيا، يعني صار لها فترة طويلة استقلت عن ماليزيا وكونت نفسها بنفسها. هذه دولة تقريبا كل ما احنا تكلمنا عن خليج أو شيء نبي نصير مثلها. صحيح الإجابة الصحيحة طلعت عندي سنغافورة. سنغافورة من الدول اللي معروفة أنها حضارتها أنها كونت نفسها بنفسها واستقلت من ماليزيا، وهي من الجزر اللي انظلمت قبل وكان لها سمعة مو بحلوة خلال 10 سنين سابقة، بس خلال 10 سنين المقدمة عدلت كل شيء من الزيرو إلى، وعندهم الوحدة الوطنية كبيرة.
يعني أي واحد يبي يصير سنغافوري عندهم قواعد وقوانين يلتزمون فيها ويعطون من قلبهم حق الوطن ويجتهدوا خلاص يحصل الجواز السنغافوري. أوكي عشان نخلص، أين تقع هذه الجبال؟ هذه صعبة، أنا راح أقرأ لكم اسم الجبل وأنتوا تقولون لي اسم الدولة. اسم الجبل جبل شيمتين، هو وايد صعب، هي من دول الأوروبية. من الساعة قاعد تكتبون لي دول أوروبية، أعتقد الناس اللي سافروا نمسا وقريب من نمسا راح يعرفون هذه أين تقع. شوفوا أنا قاعد أسهل لكم، يوم أقول لكم أوروبا تقولون لي آسيا، يوم أقول لكم آسيا تقولون لي أوروبا. فهذه الدولة معروفة يعني موجودة في أوروبا ومن الأماكن السياحية اللي معروفة. لا بس أبيهم يعطوني اسم المنطقة، ما حد عطوني، قاعد يقولون لي نمسا، هي موجودة في نمسا، هي عارف أنها موجودة في نمسا بس شو اسم المنطقة السياحية هذه؟ كلهم يقولون لي نمسا، عارف أنها نمسا بس المنطقة هذه شو اسمها؟ أنا قلت جبل شيمتين هاو، بس هي من الأماكن السياحية المعروفة. شنو موجود في النمسا؟ في واحدة جاوبت صح، معروفة زيلامسي، أي أحد بيروحها يقولون لكم جنة الله في الأرض، فلازم أي أحد بيزور منطقة طبيعية في نمسا لازم يمر على هالمكان اسمه زيلامسي. شوفوا أنا كنت حطت لكم 40 دقيقة بس شكلنا بنطول معاكم. آخر سؤال، أحلى سؤال، هاي إيش اسم هذا المنزل؟ أنا راح أقول لكم الدولة، موجودة في هولندا. الناس اللي زاروا هولندا معروف الدول اللي من المناطق السياحية اللي لازم يزورونها في هولندا، هي شوي بعيدة عن أمستردام. حتى لو قلتوا لي اسم المنطقة اللي بتزورونها هذه بعيدة عن أمستردام، لو قلتوا لي اسم المنطقة بعد بتعتبرون من فائزين، أو اسم أو اسم المنازل هذه ساعدتكم أوريدي. ليس لا مش البيت المقلوب لا. وهالمنطقة هاي معروف إنه هو مسوينا كأنه متحف قبل وكانوا ناس ساكنين فيه. ليس البيت المقلوب لا، وايد وايد معروف. إذا قولوا لي على الأقل اسم المنطقة اللي موجودة فيها، والحلو إن أنتم تقدرون تروحون هالمكان وتصورون كأنكم تحسون كأنكم صج مقلوبين داخل هالبيت. ومعروفة في هولندا صح، قالوا المنزل المكعب، بس شو اسم المنطقة؟ ليه ما قلتوا لي اسم المنطقة؟ يعني لا تقولوا لي اسم البيت، شو صعبت عليهم؟ لا تقولوا لي اسم البيت، منازل المكعبة أوكي، بس في أي منطقة؟ أنا قلت لكم هي بعيدة شوي عن أمستردام. أول ما تنزلون أمستردام في ناس يقولون لكم روحوا هالمنطقة ضروري. نعم في واحدة جاوبت روتردام. روتردام من المناطق اللي حلوة موجودة في هولندا، هي مظلومة عن أمستردام بس هي مناطق الحلوة الرومانسية الهادية، وفيها متاحف وفيها أكبر حدائق حيوانات في أوروبا. إذا زرتوا يعني إذا زرتوا هولندا لا تركزون بس في العاصمة نفسها، زوروا المناطق اللي حواليها. فكذي احنا نكون مخلصين اليوم الأسئلة، وإن شاء الله استمتعتوا ويانا، وراح نعلن الفائزين. تعلن الفائزين؟ راح نعطيكم شي تقريبا 5 دقائق نشوف مين الفائز. الفائز بيكون هو أكثر واحد جاوب على الأسئلة، فاللي جاوب على الأسئلة الصحيحة أكثر شيء بيكون هو فائز رقم واحد، واللي جاوب على الأسئلة الثانية أكثر شيء صحيحة بيكون فائز الثاني، وبعدين عندنا فائز الثالث، وإن شاء الله راح نعلن لكم. أنا راح أقرأ الاسم بالإنجليزي، فإذا كان الاسم صحيح أو غلط قولوا لي، وراح يتواصلون الإدارة معاكم عشان يطلبون منكم الإجراءات الداخلية، مثلا بطاقة شخصية والاسم الكامل عشان يعطونكم شهادة وهالسوالف. فإذا شفتوا جاكم مسج من بيوت الشباب ردوا عليهم، بتكون الجائزة منهم. الصراحة أنا شخصياً استمتعت إن أعطيتكم مسابقة أونلاين، يعني أنا بالعادة متعودة إني أعطي في المباشر وأجاوب وأحمس الجمهور معاي، بس الأونلاين تجربة حلوة كلنا قاعدين نتعلم منها، فننتظر الجواب. لا حد يطلع عشان يمكن يكون اسمكم موجود، لا حد يطلع بس ننتظر الشاطر اللي يجمع لنا الأسامي. ان شاء الله هالدول اللي ذكرناها حطيتوها في لستة عندكم. انا تعمدت ان في دول كثيرة ما قلتها، وبي ناس تصيح ليش. طيب ان شاء الله في اسئلة بتكون ثانية في مسابقات ثانية بتكون على الشهور الجاية، وتتعلمون منها وانكم تجاوبون اسرع. هو الموضوع كان كله تجاوبون اسرع وتخلون المعلومات في بالكم، لان كل ما جاوبتوا اسرع معلومات في بالكم العقل يشتغل اسرع. فنشوف أبوي الناس تصيح عبد الله، لازم نطلع لهم الإجابات من الحين الأسامي.
اللي دخلت آخر شيء ما تدرين يمكن تجاوبتي على 3-4 أسئلة صحيحة، لأن في ناس ما جاوبت على ولا سؤال. سؤال حاسم؟ عادي نعطيهم الهام. أزم من المركز الأول على الأقل نفرح المركز الأول إحنا. لا أنا ما راح أحط له. المركز الأول هو أحمسك أحط لكم الحماس الحارب، ما عندي موسيقى أحط لكم بعد. أبي الناس قاعدة تصيح للحين، تحط في صوت تصيح لا تعورون قلبي، لو ودي أفوزكم كلكم 25 شخص داش يعني، لو علي أنا أطرش لكم جوائز كلها. فائز الأول؟ آه لحظة، الحين فائز رقم ثلاثة؟ يعني احنا أقول فائز الأول ولا لا؟ لا لا أقول فائز الثالث؟ أقول منو الحين أختار يعني؟ بنطلع سؤال واحد حق فائز الثالث. في اسمين منافسين بعض، اوكي؟ واحد اكونت بي دوت يو جي 9 هاي فائز الثالث يعتبر، ومع المنافس له ناصر شرطه العبيدلي. اوكي هاي منافس له، فهالسؤال بيكون موجه حق هالشخصين، اللي اول واحد فيهم يجاوب صح راح يكون فايز. شوفوا الحماس من هالشخصين، اوكي؟ لا وايد صعب. لا وايد صعب السؤال. انزين راح اختار لهم سؤال، انا حرام وايد الاداره يبوني يخسرونكم وانا مالي خص. اوكي في قريه اسمها بارسين حلوه توجد في شمال اوروبا، توجد في اوروبا، اسم القريه بارسين. تبون حتى صور مساعده؟ هي تشبه دوله في اوروبا، ما اعرف شلون احط لهم الصوره. وايد السؤال صعب. اخترت هذه الصوره. زين وتحيط هذه المنطقه بكلها بجبال بس معروفه. لا مش فرنسا. شوفوا الحين الجواب اصلا تقع بين هالشخصين اللي بي دوت يو جي 9 اكونته، والثاني اكونته اسمه ناصر. لازم هالشخصين بس اللي يجاوبون، وبس لو يقولوا لي اسم الدوله. هاي الدوله معروفه في منطقه اسمها بارسين، اوكي تقع في اوروبا. اسم المنطقه بارسين تقع في اوروبا. عشان اساعدكم زياده هي فيها اساعدهم ولا لا؟ ما يبوني اساعدكم شو اسوي؟ اوكي هي يعني هي قريبه من ايطاليا هذه الدوله، وتحيط فيها فرنسا بعد من فوق، بس هي في النص تحت وفيها، واحنا تقريبا احنا المسلمين رحنا لها هذه الدوله، كانت نهايه العهد الاسلامي عندهم. شوفوا اكثر من شيء ما اقدر اساعدكم، يعني تاريخ معروف. لا مش فرنسا. يلا الحماس بين بي وناصر هالشخصين. بي لا غلط مش فرنسا، انا قلت ان هي اجاوب صح خلاص اسبانيا. سو الفائز رقم ثالث هو بي دوت يو جي، هذه جائزته صغيرونه. فائز رقم ثالث بس يستاهل، جائزه قيمه ترى. والفائز رقم اثنين سوير S W I E R أندرسكوير، أول شيء أندرسكوير S W، ما أعرف بنت ولا أنت، بنت ولا أنت، هي بنت ولا أنت، هي واحدة. أوكي هذه جائزتها أكبر شوي من جائزة الرقم الثالث، فتحية حلوة حقها شاطرة، جاوبت على 4 أسئلة صحيحة. إنزين الفائز الأول اسمها اسمها وايد صعب، مرمرمندان أزم، بقول السبيلينج عشان تعرف نفسها لما يوني يكلمونها. M M R A M A D A N 18 الجائزة الكبيرة، طبعا ما اقدر اشيلها وايد كبيرة ما شاء الله، صندوق من الجزيرة. تستاهل لانها ذكية، ان شاء الله تكون ذكية ما استعملت جوجل. شاطرة مبروك مبروك. تقول ام رمضان، شاطره حلو اسمك، يعني اسمك يمكن مريم. شاطره مريم، فازت معانا ست يعني من خلال 25 سؤال جاوبت على 6 اسئله صحيحه، يعني كانت تشتغل. او ريال بعد اسمه محمد رمضان، ما شاء الله الشباب اللي مشاركين اليوم وشاطرين
ويا انهم اذكياء يا انهم استعملوا جوجل، وان شاء الله مره ثانيه تسجلون هالدول وتسافرون اليها. اوكي، احنا حبينا نقول لكم المعلومات عشان تشاركون بعقليتكم وتسجلون وتعرفون ان هالدوله شلون ما عرفتوا جوابها لازم تزورونها عشان خلاص تتم في بالكم، وان شاء الله عقب الكورونا كلنا نسافر يا رب. وتحياتي وشكرا، وان شاء الله حبيتوا المسابقه خفيفه عليكم وتحمستوا، والناس الثانيين ان شاء الله بنشارك مسابقات ثانيه قريبه وتفوزون فيها يا رب. يلا مع السلامه، تصبحون على خير.